عندي خيارين، اما تونس او الجزائر. ليش؟ لان هذول البلدين بشعر انهم قرابات على فلسطين، وبحبوا الشعب الفلسطيني، عاداتنا اخلاقنا قريبه من بعض كثير كثير. من تونس، من الجزائر. سوريا. يعني شعوب حافظت على توجهاتها باتجاه قضيتنا الفلسطينيه، تعاطفها معنا، وشعوب نبيله. تونس او سوريا. سوريا او تونس. مناح هيك، طيبين زينا. سوريا او اللبنانيه يعني. هيا في عمان. سوريا او الجزائر. ليه؟ طبيعه البلد والناس.